Hey you. Hello. It's me. Come on. دكتور مصطفى ربيع عبد الباسط خليفة. أنا دلوقتي حاليا بشتغل في جامعة بيروت العربية كلية العمارة. الحمد لله ربنا وفقنا وصلنا إن إحنا نمثل مصر في بينال فينيسيا الدولي للعمارة 2021، والبينال ده اتأجل من السنة اللي فاتت 2020 بسبب COVID-19. والله كانت تجربة جميلة جدا من أول ما شاركنا في المسابقة 2019، وبدأنا المسابقة دي اتعملت في هيئة التنسيق الحضاري، وقدمنا البروبوزال بتاعنا، ووسط كل المقدمين اختارونا كفريق هيمثل مصر في بينال فينيسيا. الحقيقة أنا عايز أشكر ناس كتير تعبت معانا صراحة، في ناس وراء الكواليس زي ما بيقولوا. أول حاجة هيئة التنسيق الحضاري في مصر، كل الفريق بتاعها، وكمان أكاديمية روما، أكاديمية مصر في روما اللي بترأسها الدكتورة هبة يوسف، وكل الفريق بتاعها طبعا، وفي الفريق التصميمي اللي صمم معانا الجناح المصري، المهندس رياضي الحلبي والمهندس عمرو علام وأحمد عصام، مهندس أحمد عصام، وانضم لنا مؤخرا الأستاذ محمد الحصري. الحقيقة من غير الفريق بتاعنا ده ما كناش وصلنا للمرحلة المشرفة دي. الحمد لله النهاردة في الافتتاح يعني كمية الفيدباك اللي أخذناها من الناس وكمية التعليقات البوزيتيف الناجحة اللي حسستنا فعلا إن تعبنا السنين اللي فاتت دي، خصوصا هو كان متأجل ومن أول من سنة كاملة، تعبنا فعلا اتكلل بالنجاح. يعني انا دلوقتي هسيب الكلمه للفريق بتاعنا، هيقول هيعرف نفسه، هيقول كل واحد كان دوره كان ايه في العمل المشرف اللي مثلنا بيه مصر في بينال فينيسيا 2021. Come closer. Look at me. المهندس رياض الحلبي مشارك بالبافيليون تاع مصر. شاركت مع الدكتور مصطفى الخليفه، واول ما طرح علي موضوع نشارك سوا بالبافيليون تاع مصر كانت الفكره الاوليه للزياره الاوليه اللي كانت للبينالي ب 2016، وقت كنت عم فكر انه مين هول الاشخاص اللي ممكن يشاركوا بهيك عمل ضخم، مين هول الناس اللي عم بيمثلوا بلادهم بهيدي الطريقه بالبينالي. فكنت كثير متحمس للفكره، وكانت الفكره كثير حلوه، والحمد لله شاركنا سوا، والدكتور مصطفى هو استاذي بالاساس وهو المعلمني الاركيتكتشر فيني اعتبر. شاركنا سوا مع التيم، وكان في قبل عمر علام كان مشارك فخبرني انه مشاركين بهالكومبيتيشن واذا بكون معهم، فشاركنا واشتغلنا من لبنان واشتغلنا من مصر، وكان الشغل اونلاين لحتى قدرنا نمثل مصر بهيدي الطريقه، والحمد لله كان شغل مشرف. الاحلى شيء العذاب والقصص اللي بتقطع معك الصعبه اللي هي بتدلك عم تتذكرها اكثر شيء. الحمد لله شكر للدعم اللي قدمته الدولة المصرية والناس اللي كانت عم تدعمنا وراء الكواليس. مرسي كتير لكم، ومرسي كتير للشغل اللي طلع معنا بالأخير بمجهود الكل. It's not my appearance you see. It's not the way I look. مهندس عمرو علام، أول حاجة أنا يعني بحمد ربنا وبشكر ربنا على التجربة الجميلة اللي احنا فيها دلوقتي دي. طبعا الموضوع كان من الاول لحد اخر لحظه ما كانش سهل زي ما الواحد يكون متخيل، بدايه من فكره دخول المسابقه بالتفاصيل. طبعا الاول عرض عليا دكتور مصطفى اللي هو رئيس التيم، كان بيدرسني قبل كده، وبعدين عرض عليا ان انا ادخل معاه في المسابقه. كان في تفاصيل كتير والموضوع ما كانش سهل، يعني كان في تغييرات وتعديلات، الموضوع خد فتره كبيره، والحمد لله ربنا كرم وعدينا اول خطوه وكسبنا، وعشان كورونا والاحداث اللي بتحصل الموضوع اتاجل تقريبا مرتين او ثلاث مرات السفر. بس جينا بقى على موضوع التنفيذ وكده، برضو كان في تعب وفي مشاكل كتير في التنفيذ وحاجات، بس الحمد لله كل الصعوبات دي عدت. والحاجه برضو اللي انا احب اقولها ان انا ما كنتش متخيل، يعني انا كعمر دايما عندي مشاكل ان انا ببقى مش راضي شويه، وابقى حاسس ان ممكن يبقى كل حاجه تبقى احسن واحسن، بس الحمد لله رد فعل الناس كان حاجه ما كنتش متخيلها تماما، ويعني
ما كنتش متوقع حاجة زي كده ممكن تحصل، فالحمد لله دي تجربة جميلة وحدث جميل، وسعيد بوجودي مع كل الفريق العظيم ده. Come on, discover the origin of joy through my face wrinkles. في البداية أنا محمد الحصري، مصور صحفي في اليوم السابع. طبعا أنا فخور جدا إن أنا يكون لي صور معروضة هنا في إيطاليا في معرض فينيسيا الدولي. في البداية كلمني دكتور مصطفى، قال لي إن إحنا محتاجين صور ليك تشارك معنا في المعرض. فطبعا ما ترددتش لحظة إن صوري تكون موجودة على في معرض كبير زي ده أو حدث دولي زي ده، وإننا نكون بنمثل مصر في حدث عالمي زي ده. وافقت جدا على الفكرة، وكسبنا في مصر بمجهود دكتور مصطفى ومهندس عمرو ومهندس رياض ومهندس أحمد عصام، والحمد لله سافرنا كلنا إيطاليا إن إحنا نمثل مصر في البنالي 2021. بالنسبة لي فخور جدا بحاجة زي دي، إن يعتبر ده أول معرض لي أو أول مرة صور تتعرض في معرض. أولا فخور إن هو بيمثل مصر، ثانيا فخور إن هو في بلد أوروبية كبيرة زي إيطاليا وحدث عالمي زي بنالي 2021. والحمد لله ردود أفعال الناس حوالين المعرض، الناس كلها كانت داخلة تشكر، والناس داخلة مبسوطة وبتديك طاقة إيجابية كبيرة إنك تكمل. We are one in all and all in one.